أهلا بكم من جديد. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن إطلاق حملة عسكرية لاستعادة مناطق تعد آخر معاقل داعش في محافظتي الأنبار وصلاح الدين من أجل التمهيد لمعركة الموصل. وقال العبادي إن الحملة الجديدة تتضمن عمليتين لاستعادة جزيرة الرمادي شمالية غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار والشرقاط التي تقع في محافظة صلاح الدين. أعلن انطلاق صفحة جديدة من العمليات البطولية للتحرير وانطلاق عملية تحرير الشرقاط، ونزف البشرى للأهالي الكرام أهالي الشرقاط بأن النصر إن شاء الله آتي لتحريرهم من قبضة داعش وإرهاب داعش وبطش داعش. وهذه العمليات تمهد للانتهاء من تطهير كل شبر من الأرض العراقية، وإن شاء الله خاتمتها ستكون تحرير مدينة الموصل وعودة أهلها لها وتحرير كل الأراضي العراقية. للحديث حول أهمية معركة الشرقاط انضم لنا من الأنبار اللواء أحمد البيلاوي وهو معاون قائد حشد الأنبار. أهلا ومرحبا بك سيادة اللواء. بداية، ما هي الأهمية الاستراتيجية لقضاء الشرقاط؟ نعم، حقيقة أنا أتكلم عن 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 ما يخص محافظة الأنبار، ولكن في هذه السنوات التي غزا فيها داعش المجرم الشرقاط لن تكون لدي الصورة واضحة، ولكن لدي صورة واضحة فيما يخص محافظة الأنبار. نعم، طيب دعنا نتحدث عن جزيرة الرمادي وهي أيضا من الأماكن المهمة التي هناك استعدادات دائمة يعني طرد مقاتلي التنظيم منها. نعم، بعد أن أكملنا تحرير جميع محافظة الأنبار لم يبقى لنا إلا القلة القليلة وهي ما يعادل 15 أو 20% من منطقة الجزيرة البذياب صعودا إلى البعلي الجاسم البعثاف ومرورا إلى منطقة الغربية. ها هم أبطال الجيش العراقي النشامة وأبناء الحشد النشامة الغيارة قد توكلنا على الله لخوض هذه المعركة. بدأت الساعة مبكرة من هذا اليوم ونحن بتقدم عالي من جميع الاتجاهات. كيف يسير التنسيق مع قوات التحالف لاستمرار هذا التقدم على الأرض؟ نعم، حقيقة ضربات التحالف هي من مهدت لنا الطريق لخوض هذه المعركة، لأنه ضرباتهم قبل أسبوع من بدء المعركة ضربوا أوكار داعش وضربوا مخازن له للعتاد وضربوا تجمعات لهم وقتلوا منهم قادة كبار وقتلوا من قتلوه، فمهد لنا الطريق. وها نحن الآن نتوكل على الله ونخوض المعركة بريا، وهم غطاء لنا في السماء. هل يتم متابعة وملاحقة وتمشيط الأراضي التي يتركها خلفهم مقاتلو داعش؟ نعم، لدينا قسمين، قسم يقاتل ويطهر المعركة ومن ثم وبعد التحرير مباشرة، القسم الثاني من أبطال الجهد الهندسي من الجيش العراقي النشامة الغيارة بقيادة اللواء الركن إسماعيل محلاوي قائد عمليات الأنبار، يقومون برفع العبوات وتفجير المفخخات ليتسنى لنا تصليح المنطقة بالكامل وتنظيفها حتى تعود العوائل. جزيل الشكر لك، كنت معنا من الأنبار لواء أحمد البلاوي معاون قائد حشد الأنبار.